عندنا مبنى العيادات هو مبنى منفصل عن الكلية، يدرس الطالب في العمل السريري على المرضى، ومجهز 4 طوابق، المبنى من 4 طوابق، وكل طابق في 5 سكترات، 5 مقاطع عيادات مختلفة، كل سكتر يحوي على 9 تشيرات، 9 كراسي لاستقبال المرضى. وعندنا طابق الرابع أيضا يحتوي على قاعة تدريسية كبيرة تستوعب حوالي 150 إلى 170 طالب. والعيادة مجهزة بما يقارب 130 كرسي جاهز لاستقبال المرضى وعمل الطلاب بعيادات مختلفة حسب الجدول الموضوع من الجامعة. جيت هنا لجامعة الكفيل على مود تنظيف عندي، وأضاف العمل التنظيف بحشوة عندي هم ما فيهم لازم أسويها. والله خدمات واستقبال جميل، يعني صراحة استقبال حلو، كان طرف الدكتور ومن قبل الجامعة أيضا. والله أول شيء إحنا بالأساسات بالمجان، والعمل أكو ناس يعني قبل ما إجوا قالوا العمل حلو وزين، وإحنا قدمنا على هذا الأساس. أكيد أكيد بسهولة وطبيعية وكل إشكال ما بيها. الحالة اللي عنده هي تكلسات موجودة، كالكولوس على السيرفس مال الأسنان عفوا، وسوينا له سكيلينج وبولشينج للحالة لا أكثر ولا أقل. مو مستقبلا انه نريد نشتغل لحشفات، فاحنا ما نقدر نشتغل لحشفات بدون ما نشتغل سكيلينج، يعني لازم نحافظ على اورال هايجين في البداية. وعنده هو التهابات ايضا باللثة، فقررنا انه نعالج التكلسات، نعالج الالتهابات الموجودة باللثة، وبعدين نشتغل الحشفات، نبدأ علاج الحشفات. الحالة عندي أسناني واقعة، وجيت لهاي المستشفى حشوا لي الحشوة أول وحدة، أول ما قلعوا لي كسرة شن مكسورة من الشن اللي شايلينه شالوا لي إياها وخلوا لي حشوة. وإحنا نشكر المستشفى ونشكر الكادر الطبي ونشكر كل اللي موجودين في هذه المستشفى، ونشكر الكفيل اللي جابوها هنا عندنا هاي المستشفى. وصفوا لي المستشفى هذه مال أسنان تنظيف التحشية، فجيتهم قالوا ما ندخلك. قلت لهم ليش؟ قالوا جيبي مال اللقاح. فتعنيت بالصوره مال اللقاح. هذا فعلا كملت اللقاح، هاي اول جرعه اخذتها مال اللقاح، اول جرعه اخذتها بالكوفه. يوم جيتهم لهنا شافوا اللقاح ما تدري دخلوني، فحصني الدكتور تشيك اسناني، اعطاني موعد، اعطاني اسبوع، قال تجيني اثنين اليوم الاثنين اللي دخلهم بالصوره مال اللقاح هاي. والله العيادات هاي بيها شوي عناية أكثر أحسن، ويتلقون المريض برحاب الصدر